هي اسمها لعبة الرياضي المتكامل. الخماسي الحديث هو لعبة مكونة من 5 لعبات: جري وسباحة ورماية فروسية وسلاح. دايما المدرب الاجنبي كان بيقول لي ان طلوع الهرم مره واحده ده سهل جدا، بس ان انت تفضلي على قمه الهرم وتفضلي فوق دي حاجه صعبه، فمحتاجه منك 3 أضعاف المجهود اللي انت بتعمليه. انا اصغر لاعبه خماسي شاركت في الاولمبياد لحد النهارده. انا شاركت في 3 أولمبياد: اتينا وبكين ولندن. اول واحده كانت اتينا وكان عندي 14 سنه. كنت متوترة جدا لدرجة خلتني أنا أفقد تركيزي، وطلعت ساعتها المركز 28. من اليوم ده أنا قررت إن أنا مفيش أي حاجة ممكن تأثر فيا تاني. كمسلمة الدين ده شيء أساسي في حياتنا. قررت ألبس الحجاب في 2008 كنوع من الشكر لربنا على الإنجازات اللي حققتها، وإن مفيش حد قدر يحققها لحد دلوقتي. الحجاب معناه إن جسمي كله لازم يبقى متغطي. للأسف بعد ما لبسته بسنتين طلع قرار بمنع بدل السباحة الكاملة. وقتها حاولت إن هم يعملوا لينا استثناء على أساس ديني، كأنهم رفضوا. أول مرة اضطريت إن أنا أتخلى فيها عن المايو كامل عشان كان عندي مسابقة، كان في دماغي شيء ونقيضه. أول صوت كان بيقول لي إن أنت لازم توصلي لهدفك بأي طريقة، والصوت التاني كان بيقول لي أنت إزاي تعملي كده، ده بيتعارض مع ديني. أنا حسيت إن في رسالة أنا لازم أوصلها للعالم كله، وإن ربنا حطني واحدة إن أنا أوصل الرسالة دي، إن الرياضة للجميع. الخماسي علمني ازاي انظم وقتي. انا مش بس رياضية، انا ام وزوجة واستاذة في الجامعة. اسألني انا ازاي ام ورياضية في نفس الوقت، فكنت بقول لهم ان الواحد ما يقدرش يعرف قدرات نفسه غير لما بيجربها، وبابا كان دايما بيقول لي كده. هنا الرياضيين البنات اول لما بيتجوزوا بيقولوا انهم خلاص انتهوا، فانا كنت عايزه اغير الثقافه دي واوري البنات ان هم يقدروا يكملوا في حلمهم وهم متجوزين. لو في ايدي ان انا اغير حاجه، نفسي اغير الدعم الموجود للرياضه في مصر. نفسي ان يبقى لي دعم اكبر من كده واهتمام اكتر من كده. نفسي اغير الثقافه الرياضيه في مصر، وأتمنى أن أكون سفيرة للرياضة النسائية في بلدي عشان الناس تفتكرني بطولة عالم واحدة مش هتبقى كفاية، لازم أفوز بأكتر من بطولة في كذا سنة، ساعتها الناس هتقدر تفتكرني.